أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم يكاد زيتها يضيء. بداية أعزائي المشاهدين، أرحب بفضيلة الدكتور السيد عبد الله فدان. حياك الله. الحمد أهلا بك دكتور عبد الله، بارك فيك الله، يسلمك، حياكم الله. سيد عبد الله، قبل أن نبدأ الحلقة وقبل أن نذكر معلوماتنا التي تعودنا عليها، هناك حدث جلل في جنوب المملكة العربية السعودية من تعد آثم من بعض الفئات الضالة من الحوثيين على بلادنا وبلاد الحرمين الشريفين. نحن في استقبال الشهر الكريم، شهر الحج، ما تعليقكم على ما حدث؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه وسلم اجمعين. اولا اشكرك عبد الناصر على اثاره مثل هذه المواضيع، لان نحن نعيش يعني برنامج حي، ولا بد ان نكون يعني ليس بمنأى عن الاشياء الحيه. حقيقه أشيد بمواقف الدول الإسلامية جميعا على تأييدها للمملكة العربية السعودية وموقفها الحاسم والحازم من قضية التسلل التي مرت بها البلاد في الأيام الماضية. وإذا قلنا هذا الأمر، كذلك بلا شك ولا ريب نشيد بموقف بلادنا في الدفاع عن أراضيها وبجنودنا البواسل وبخادم الحرمين الشريفين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيده. ويعني احنا عندنا مثل في مكة نقول: إن شقيت شقيت جيبك، وإن لطمت لطمت وجهك. صحيح. والمعنى أنه مسلمين في بعضهم البعض، لكن الخط الأحمر الذي لابد أن نقف عنده، تسلل إلى أرض آمنة، هذا لا يمكن الإنسان أن يتجاوز عنه بأي شكل من الأشكال. ولذلك تأييد كامل للموقف، موقف بلادنا في حماية نفسها وفي حماية الأراضي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب البلاد ونجنب العباد الشر والأشرار يا رب العالمين. اللهم آمين إن شاء الله، نسأل الله ذلك. نعود مرة ثانية سيد عبد الله إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو التكافل الاجتماعي. ولكن قبل أن نبدأ، نذكر السادة المشاهدين أنه كانت نسبة سؤال الحلقة الماضية، وهو سؤالنا: هل النظام الدولي عادل في تعاطيه مع الجرائم ضد الإنسانية؟ وكانت النسبة 95% بنعم ولا بنسبة 5%. ونذكركم بسؤال هذه الحلقة، وهو: هل تؤيد إقامة صندوق زكاة موحد للدول الإسلامية؟ أيضا على موقع القناة الذي يظهر لكم تباعا على الشاشة. ولا ننسى أن تتواصلوا معنا عن طريق الـ SMS كما تظهر لكم طريقة الإرسال على الشاشة وأرقام التواصل. سيد عبد الله، كما تعودنا في كل حلقة نبدأ حلقتنا بتقرير عن هذه الحلقة. ما سألتني عن رأيي في، لأنه في الاستفتاء. نعم، في الاستفتاء حقيقة يعني احنا عندنا قاعدة تعلمناها، نقول انه ألسنة الخلق أقلام الحق. نعم. فلما يكون عندنا 95% يقولوا ان النظام الدولي غير عادل، معناها هذه حقيقة. صحيح. النظام الدولي يكيل بمكيالين، وفلسطين خير شاهد على هذا الأمر. صحيح. ولذلك لابد للنظام الدولي أن يتغير، أن يتغير تباعا لكلام الناس. لما يكون عندنا 95% يقول أن النظام الدولي غير عادل، إشكالية كبيرة جدا. صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجليها. نعم صحيح، ولكن هو السائد الآن سيد عبد الله النظام الدولي، يعني لا يمكن تعديله. على أي حال، إذا كنت ضعيفا لا يمكن يتعدل. صحيح. إذا تقوى الإنسان، كان قويا علميا، كان قويا بالتسليح، كان قويا بكل النواحي، سيحترم. طول ما أنت ضعيف لن تحترم، هذه لابد أن يعرفها يعني جميع أهل الإسلام. فإذا كان الإنسان قوي، النظام الدولي لابد أن يتغير تبعا لقوة الإنسان. وقوتنا في ديننا، ديننا هذا الجميل الذي يعطيك قوة يعني ومنع للوقوف ضد أي شيء غير إسلامي وغير شرعي. صحيح، إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يخفف على أهل فلسطين ما هم فيه إن شاء الله تعالى. سيدنا هذه الأشهر المباركة. يا رب يا رب. ننتقل للتقرير. نبدأ في التقرير. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم ولكن بعد هذا التقرير. يقصد بالتكافل الاجتماعي أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية. والتكافل الاجتماعي أرقى صيغة حضارية للعلاقات الإنسانية في المجتمع البشري.
المجتمع المسلم هو الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما وخلقا وسلوكا وفقا لما جاء به الكتاب والسنة. وعندما يلتزم المجتمع بهذه القاعدة يجد التكامل الاجتماعي مكانة بارزة في المجتمع، بحيث تتحقق فيه جميع مضامينه. والتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس معنيا به المسلمون المنتمين إلى الأمة المسلمة فقط، بل يشمل كل بني الإنسان على اختلاف معتقداتهم. ومن الوسائل التي شرعها الإسلام لتحقيق التكافل فريضة الزكاة، وجعل للدولة الحق في أخذها إذا امتنع الفرد عن أدائها. وتأتي أهمية الزكاة من حيث شمولها لمعظم أفراد المجتمع. موارد الزكاة تصرف على وجه المطلوب مشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني خلينا نحكي فيها نسبة، لكن مش هذه النسبة الأساسية. النسبة الأساسية إنه في ناس أصحاب رؤوس الأموال كبيرة ما بدفع الزكاة. في الوقت الحالي لا. بتحققها لأن في طبقة محتاجة للزكاة. والله ما أدري. يتدرج التكافل ليشمل الإنسانية جمعاء، حيث يبدأ الإنسان المسلم بدائرته الذاتية، ثم دائرته الأسرية، ثم محيطه الاجتماعي، ثم إلى تكافل المجتمعات المختلفة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. سيد عبد الله، ما تعليقكم على مرتكم في التقرير؟ طبعا التقرير جميل، لا سيما أنه ركز على نقطة أساسية في البداية، أنه التكافل ليس معنيا به الإنسان المسلم، وإنما يشمل المسلم وغير المسلم، وهذا أمر إن شاء الله نتطرق إليه في الحلقة. فقط أنه ركز على موضوع الزكاة، والزكاة هذا أحد الجوانب العملية في التكافل، وإلا عندنا يعني جوانب عملية كثيرة جدا تتعلق بالتكافل، لكن جانب الزكاة بلا شك هو جانب مهم جدا، فإن شاء الله نتطرق إلى بعضه في أثناء الحلقة إن شاء الله. التكافل الاجتماعي سيد عبد الله، هل مرتبط بالفقر وبحالة الفقر؟ طبعا أخ عبد الناصر، الثروات الآن في هذه الحياة ركزت في يد قلة من الناس، والفقر هو الذي شاع بين الناس جميعا. وهذه المشكلة اللي الناس تعيشها الآن، إنه الفقر انعدام القوة الشرائية عند مجموعة عامة، والغنى والترف عند مجموعة بسيطة جدا، وانصرف رأس المال العالمي بشكل عام، انصرف من الإنتاج والأمور الخدمية، انصرف إلى موضوع المقامرات، انصرف إلى موضوع المخدرات، انصرف إلى موضوع التسليح، فصارت رؤوس المال العالمية ما هي موجهة التوجيه الصحيح. يعني بدل ما تكون إنتاجية تجارية خدمية، أصبحت مقامرات، أصبحت مخدرات، أصبحت ترف. تسليح، أصبح ممكن يكون ترف، يعني حتى ما هو ترف، لأنه كله أصبح فيه دمار في آخر الأمر للأسف. وإذا تسمح لي أذكر لك يعني بعض الأشياء المهمة. الأمم المتحدة مثلا في إحدى رسائلها الآن قبل تقريبا أسبوعين في 16/10 عندهم عبارة مهمة جدا حتى في موقعهم، أنه يشكل الأمن الغذائي الأسس التي تقوم عليها الحياة الكريمة. لما نتكلم إحنا عن الأمن الغذائي نتطرق إلى بعض الموسوعات الإحصاءات المهمة جدا. يقولوا عدد الذين يعانون من سوء التغذية في العالم في هذه اللحظة اللي هو أمس الساعة 8 في الليل 1.19 مليار وزيادة. يعني احنا عندنا الناس اللي تعاني من سوء التغذية وصل إلى هذا الرقم الكبير جدا. هذا بسبب الفقر. عدد اللي بيتوفوا يوميا بسبب الجوع في البلدان كلها بشكل عام 26605، هذا كان أمس. 26,000 يتوفوا يوميا بسبب الجوع. الناس اللي بتتوفى بسبب الأمراض المتعلقة بالمياه اللي المفروض كل إنسان يلاقي موية، كل إنسان يشرب. عدد الوفيات بسبب المياه تقريبا 4,298,000. عدد الأشخاص، تخيل عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على ماء صحي للشرب أكثر من 1.5 مليار، هذول ما عندهم موية، وهذا كله بسبب الفقر. عدد الذين يموتوا بسبب الأمراض المعدية، هذا بسبب الفقر، 11,500,000 وشوية.
هذا كله يعني ما كان ليكون إلا بسبب الفقر. يعني أذكر لك كذلك في إحصائية مهمة جدا أنه على مدى العامين الماضيين أدى تصاعد أسعار الأغذية ونشوء الأزمة الاقتصادية إلى تزايد هائل وغير مقبول في أعداد البشر. هذا من رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، في أعداد البشر الذين لا يمكنهم ضمان الحصول على ما يحتاجون إليه من أغذية من أجل العيش والعمل والازدهار. في ظل ارتفاع الاقتصاد. في ظل الأزمة المالية. نعم. وفي ظل يعني غير الضبط بالنسبة للأموال. حتى يقول في آخر رسالة أنه لأول مرة في تاريخ البشرية هناك الآن ما يربو على 1,000,000,000 شخص يعانون من ربقة الجوع. يعني عندنا الآن 1,000,000,000 شخص جائعين فيها. وهذه رسالة يعني قوية جدا. وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر يقال